شعرها اللي كتخليه مهمل في أغلب الأوقات ماشي بحال شعر صوفيا اللي ديما مصايباه وديما تسريحاتها مختلفة على حسب شنو لابسة في حويجها واش دايرة في مكياجها. ماشي بحال البرهوشة كتلبس اللي جا في الطريق وبدون تكلف. قالت صوفيا: جوزيف واش كتسمعني؟ جوزيف خرج من شروطه. قال ليها: شنو قلتي؟ تسمات بشر وقالت: قلت ليك نتسناك العشية. وهو يقول: اه واخا صافي راه خاصني نمشي دابا. وقفت صوفيا وباستو في جبهته وقالت له: اوكي يا حبي اذا نشوفك هاد العشية. خرجت وخلاته في بلاستو. هو ما كانش باغي يمشي غير حاول يتخلص منها وصافي. رجع جلس في بلاستو وقال: كان بغيها ديك الحمقة، كان بغيها بزاف. اعترف اخيرا لنفسه. سال الخدمة وخرج مشى للقصر. لقى امينة وحبيبة واقفين كيتسناو فيه وقالوا له: مرحبا برجوعك يا سيدي. وهو يقول: فينا هي؟ وهي تقول: حبيبة. شكون يا سيدي؟ قال: نور. وهي تقول: اه راها في البيت يا سيدي، كان دارها راسها وخليناها نعسة. وهو يقول بشوية: بالسيف ما يضرها. حبيبة وأمينة بقوا كيشوفوا فيه ومشوا خلاهم. أمينة بدأت كتضحك وقالت: ناري والله لا كيبغيها. وهي تقول لها حبيبة: سكتي يا هاد الحمقة غادي سمعك. قالت أمينة: آه ما كرهتش حتى أنا شي أمير بحال اللي في الأفلام يجي يخطفني. قالت ليها حبيبة: انتي راه مخطوف ليك العقل، زيدي قدامي. وعند نور كانت غارقة في أحلامها، ما حسات حتى جرها من رجلها. فاقت مخلوعة، ركب فيها الرعب. قالت: أي عافاك شوية وجات على الأرض. وهي تقول: حرام عليك، شنو درت ليك؟ واش باغي تسكت لي قلبي؟ جوزيف قال بينو بين نفسه: راكي سكتي لي قلبي أنا، كتشوف فيه وكتحك في ظهرها. وهو يقول: نوضي يا الكسولة، قريتي بكري، عاطيها غال النعاس. وهي تقول: فين غنوض وفين غنمشي؟ خليني عليك، بغيت النعس. رجعت على ركابها كتحاول تطلع للسرير. قال: ما بغاش تنوضي. جرها وداها للدوش وخشاها في حوض الاستحمام. خرجت وكلها فازقة. وهي تقول: شفتي ها نفقت، شكرا سيدي على الطريقة باش فيقتيني. ابتسم لحركاتها وقال: سيري تبدلي باش نخرج. حنات راسها كتشوف حوايجها بأسى وقالت: فين غنمشي وعاود تاني؟ قال: غتمشي تشري شنو غدا تحتاجي للمدرسة، ولا نسيتي الكسولة؟ قالت: اه تفكرات المدرسة. وبفرحة مشات للبلاكار وهزات حوايج منه وبقات كتشوف فيه بمعنى ما غتخرجش، اكيد هو ما غاديش يخرج، هذا راه بيته. وخدات حوايجها ودخلت الحمام تبدل. خرجت وكان جوزيف كيلبس في سروال وجهها والاحمر. رجعت دخلت الحمام وفرحات حيت ما شافهاش. دق عليها وقال: مازال ما ساليتي؟ قالت: اه ساليت. خرجت وحانيه راسها لتحت وجهها احمر. تجاوزاتو ومشات للباب وبقى كيشوف فيها وكيقول: هادي مالها؟ اخيرا كانوا في المركز التجاري. كانت كتنقز من الفرحه. اخيرا غدا تبدا تقرا. دخلها المحل ديال الملابس وقال: خودي شنو بغيتي، غير خصك تلبسي مزيان، دابا راكي وليتي تلميذه البرهوشه. ابتسمت ومن بعد بانت عليها علامات الحزن. وهو يقول: مالكي تهني؟ قالت: ما عنديش فلوس بزاف. قال ليها: غير خذي يا الحمقى شنو بغيتي. ابتسمت وقربت منهم الموظفه وقالت: نقدر نساعدكم؟ جوزيف قال: اه شوفي معها عفاك شنو بغات. مشات البنت وقبل ما تبعها نور قالت لجوزيف: ملي غدا نتعلم غدا نخدم وغرد لك فلوسك. ابتسم وقال: الحمقى. كانت كتلبس وتخرج عنده وهو كان كيعطيها رايه: لا بدليها. كتقول: وهادي. كيقول: لا عريانه بزاف. وهادي سيري حيدي عليك هاد الشوها. كان كيرفض كل شيء، اي حاجه كتبين الجسد ديالها. وفي الاخر كان الاختيار على الملابس اللي عباره على جينزات وتيشيرتات. ومشاو المكتبه وخدات ادوات مدرسيه وقعدك الشيء اللي خصها
وفي طريق الخروج شافت الناس في مقهى مثلجات، بقات تابعاه وحالة فمها فيهم حتى تزاد حات معاه. دار وقال: ياك ما خاصني نشعل ليك الضو باش تبقاي توقفي وما تسطحيش فيا كل مرة. هي كانت مازال كتشوف في المثلجات، هز عينه البلاصة اللي سارحة فيها وهو يقول: بغيتي تاكلي؟ قالت: ها؟ وهو يقول: اجي اجي. دخلوا المحل وقال له: اعطيها عفاك داكشي اللي بغات. قالت: بلاتي مازال ما ساليت. خدا لها كلاص وجرها وقال: اجي يا الحمقى، العار تكملي هاد الشي. نور حطات لها كلاص حداها وبقات كتاكل بفرح وجناب فمها عامرين. اما جوزيف كيشوف فيها وفي الشراهه ديالها في الاكل، مازال ما بدلاتها وهي تقول ساليت. قرب لعندها وقرب يدو لوجهها، مسح ليها جنب فمها من لاكلاص بمنديل ورقي وقال: نوضي. بقات كتقيس في البلاصه اللي قاسها فيها وتبعاتو هزه الميكات. ركبوا ومره مره كتشوف فيه كتقول في خاطرها: اشنو السر اللي خلاه يتبدل معايا هكا؟ ولا حنين العجب. هدر معها وعينيه على الطريق، قال: كاينه في وجهي شي حاجه. نور قالت: ها؟ وهو يقول: من الصباح وانتي كتشوفي فيا، فيا شي حاجه؟ قالت: لا لا، كاع ما شفت فيك. ودورات وجهها بسرعه للزاج اللي حداها وهي تقول: لا ما يمكنش، هادي هبه. وقف وقف، قالتها ليه بالغوات حتى وقف بالزربه على جنب الطريق. خرجت كتجري من الطوموبيل ومشات عند هبه. شافتها هبه وطلقات الميكات اللي في ايديها من الصدمه، تعانقوا. وجوزيف كان كيشوف فيهم من المرايا. قالت نور: حبيبه توحشتك بزاف. وهي تقول لها هبه: حتى انا. قالت نور: شنو كديري هنا؟ وهي تقول هبه: خديت شي حوايج خاصين في الدار ديال الناس اللي كنخدم عندهم. قالت نور: اه حبيبه مازال خدامه تما. وهي تقول لها هبه: اه وانتي؟ قالت نور: انا قصتي طويله، من بعد نعاودها لك. قالت هبه: اوكي خاصني نمشي اختي، غادي يغوتوا عليا الناس اللي خدامه عندهم. وهي تقول نور: واخا قولي ليا عندك الرقم ديالك باش نتصل بيك. وهي تقول هبه: اه عندي قيد. قالت ليها نور: بلاتي ناخذ التليفون. ورجعت للطوموبيل مع هبه. هبه سلمات على جوزيف وهي تقول نور: هادي صاحبتي من الميتة. قال لها جوزيف: متشرفين. قيدات الرقم وهو يقول جوزيف: نقدروا نوصلوك في طريقنا. قالت له نور: بالصح نقدروا نوصلوها. قال جوزيف: اه طلعي. طلعت هبه اللور وطلعت حداها نور وعنقاتها وكيهضروا كيعاودوا لبعضياتهم. قالت هبه: واش تزوجتي؟ نور ضحكات وقالت: لا الحمقى، هذا هو السيد اللي خدامه عنده. وهي تقول هبه: كتبغيه؟ قالت: اويلي واش حماقيتي، انا كنقول لك الباترون ديالي وانتي كتقولي كتبغيه. وهي تقول هبه: عارفك انا راه عاشرتك طول عمري، عينيك عمري شفتهم كيبرقوا هكا، انتي راكي كتبغي هاد الراجل. جوزيف ابتسم ابتسامه عريضه على وجهه من كلام هبه اللي سمعو، رغم انها كتكلم بشويه. اما نور سرحات فيه كتحاول تكتشف واش هي بصح كتبغيه، وكتقول في عقلها: لا ما يمكنش، مستحيل، واخا حتى الا بغيتو هو كيبغي صوفيا واسمها على صدره. هبه خرجاتها من افكارها وقالت: انا وصلت حبيبه، تقدري تتصلي بيا الوقت اللي بغيتي. عنقاتها نور ومشى كل واحد في طريقه. وفي غرفه جوزيف نور كانت كتشوف في الحوايج عاجبينها بزاف ومتحمسه للمدرسه. دخل جوزيف ولقاها قبالت المرايه كتشوف في الحوايج وكتقيسهم على راسها. دارت ولقات كيشوف فيها وبتكي على الباب، حطتهم من ايديها وهي تقول: انا غدا نمشي لبيت لاخر. ودازت من حداه وهاز حوايجها اللي غدا تلبس للغدا حتى شدها من دراعها وقال: غتبقاي هنا. قالت: انا راه وليت بخير، ما بقيتش مريضه. ها انت شوف. هزات ايديه وحطتها على جبينها، الدم سخن في عروق ايديه. ومن بعد بعدها وقال: لا انتي غدا تبقاي هنا، او لا راكي غدا غدا تصبحي ناعسه كيف ما ديما، وانا ما نبغيكش تعطلي على اول نهار في المدرسه.
ومشى سد الباب ومشى للدوش. هو أكيد حيتولف حركاتها وولف وجودها وما بيهش المدرسة. رجعات حطات الحوايج بعد ما عزلاتش مغدا تلبس الغدا، حتى كتفاجئ بيه خارج بالفوطة على نصه فقط، لونها تبدل. بقى كيشوف فيها وقال مالكي؟ قالت لا والو، ومشات بالزربة لبلاصتها، خدات القنت ديال السرير. حسات بالجسد ديالو الدخل تلاحل على السرير، غمضات عينيها وبعد لحظات دارت راسها ناعسة. دار جهتها وشعرها كان واصل للمخدة ديالو، ريحة شعرها من أول نهار أطرات فيه، وحركاتها كتسكت ديما الوحش اللي في داخله. الصباح فاقت بكري، فطروا وركبت هي وجوزيف الطوموبيل ومشاو المدرسة. وصلوا وبقيت كتشوف فيه بترجي. قالت ما غتهبطش معايا؟ قال ليها سيري تعلمي، واش عندك 7 سنين نديك القسم؟ سيري يا الحمقى. قالت واخا صافي، أنا غدا نمشي بوحدي. قربت ليه وباستو في خده وشكراتو، قالت شكرا على كل شيء. هبطات وخلات دمو كيغلي، وكثيرة بالجهد للشركة، ونور ما فارقاتش دماغه. جوزيف من اللي كان في الشركة جاته مكالمة من إيطاليا، عمو أكد عليه باش يجي لإيطاليا. وجات العشية وفي القصر كانوا على طاولة العشاء، وهو يقول جوزيف كي داز نهار الأول للقراية. نور ابتسمت وقالت مزيان، تعلمت الحروف وبديت كنكتب. بقات نور كتعاود بحماس سالو، ومشى لبيتو خلاها. وبعد نص ساعة كان متكي على السرير كيفكر في الرحلة ديال غدا، وكيقول لو ما كانش مشكل طارق ما كانش غادي يمشي. 20 يوم كيفاش غيدير يبقى بعيد على نور؟ دخلت نور البيت على صباع رجليها واتكات كيف ما ديما على حافة السرير. أما هو اهدر وظهروا لظهرها وقال غدا مسافر، ما نبغيش نسمع من حبيبة درتي شي مشكل. كلامه دخل الحزن لقلبها، غيمشي ويخليها، يمكن كترات عليه وتقلق منها. ناضت بالزربة وجلسات على السرير مربع رجليها، حس بيها ودار عندها وقال قولي. قالت مقلق مني؟ درت لك شي حاجة؟ ابتسم وقال قربي يا الحمقى، وجرها عنده وعنقها وجهها في صدره. قال لا أنا غادي نسافر، ماشي على هادش، عندي خدمة مهمة وغادي نغيب 20 يوم أو لا قل. قالت 20 يوم؟ قال آه، وما نبغيش تقول لي يا حبيبة درتي البسالة. حدرات عينيها ومشات لسمية اللي على صدره وبدات كتحاول تهجى. جوزيف كان كيشوف ليها في عينيها وفمها، أكيد رد البال الفاش كانت كتشوف وشنو كانت كتقرأ. دارت وكحزات البلاستها في حافة السرير. والصباح جوزيف كان في الطيارة ونور فيقاتها حبيبة باش تمشي المدرسة. مشات وكانت كتبذل جهد كبير في الفهم والاستيعاب ديال الدروس. ودازت 15 يوم وعمره ما اتصل بيها، والغياب ديالو خلاها كتحس بحبها ليه. توحشاته بزاف هذا الفترة 15 يوم، كأنها 15 سنة تعلمات فيها تقرأ وتكتب، تعلمات من سوزان كيفاش تلبس وكيفاش تمشي بالطالون. هي في الصراحة تعلمات بزاف، ماشي على قبلها بوحدها، حتى على قبله كانت بغات تشوفه فرحان بيها وما تحشموش كل مرة بتصرفاتها. وفي مطار روما جوزيف كان كيتسنى في الطيارة وفي باله غير نور، توحشها بزاف كيبغيها، والغياب خلاه يحس بمدى حبه ليها. وفي القصر نور كتوجد الطبلة مع حبيبة، كملات وطلعت لبيتها وقالت خالتي حبيبة أنا غدا نبدل ونهبط نتعشى. قالت حبيبة واخا سير يا بنتي. طلعت البيت وفي هاد الأثناء دخل جوزيف القصر، رحبت به كالعادة حبيبة وأمينة. دور عينيه كيقلب على المتشردة ديالو، سول حبيبة قال فينا هي؟ قالت في البيت سيدي، عاد طلعت. حل الباب بشوية وكانت بملابسها الداخلية فقط، كتجبد بيجامة من البلاكار، ومن كثرة الشوق ليها كان غينفاجر من هاد المنظر اللي قدامه. لبسات بيجامة وأعين جوزيف عليها وهو يقول صدمات من اللي شافته، ومشات كتجري وعنقاته
حتى طيحاتو الأرض. كانت فوقه كتبوس في وجهه وكتقول جيتي توحشتك توحشتك بزاف، كتقولها وكتبوس فيه. ناضت بسرعة من فوقه وقالت سمح لي أنا غير توحشتك. جوزاف بدا كيضحك وقال ما زال حمق، ما بغيتيش تبدلي. ومشى البلاكار حق الباليزات يعني، حكيت راسها وهي تقول لا تبدلت، وجلسات مربعة فوق السرير وقالت عرفتي تعلمت نقرأ ونكتب والنقاط ديالي مزيانين، وتعلمت نلبس بوحدي ونمشي بالطالون، تعلمت كل شيء حتى الماكلة بالفرشات والموس. جوزيف بقى كيشوف فيها بنص عين وقال مزيان هاد الشي كامل في هاد الوقت القصير. قالت اه وتعلمت حتى الطليانية. جوزيف استغرب وقال شنو تعلمتي؟ قالت أحبك. وهو يقول باستغراب منين تعلمتي هادي؟ ياك ما قالها ليك هذاك اللي معاك في القسم. قالت لا لا تعلمتها باش نقولها ليك. قلب جوزيف كان غادي يخرج من بلاصتو، ولكن حاول يخفي الأمر ومشى في اتجاه الحمام بعد ما جبد حوايجه باش يبدل. وهو يقول على كلنا الحمقى حتى أنا، قالها بالطليانية، خلاها في بلاصتها ودخل الحمام سالة وخرج. أما نور كانت مازالة بنفس الجلسة على حافة السرير مربعة. قالت غريبة. وهو يقول أشنو اللي غريب؟ قالت أنت وليتي كتحشم، ما خرجتيش بالفوطة، لبستي حوايجك في الحمام. هز الغطا بالجهد الشي اللي خلاها تكركبات اللور فوق من السرير وقال نوض يا الحمقى من بلاصتي. دخل لبلاصتو ودار ايدو تحت راسه وغمض عينيه، كان عيان من السفر. اما هي كانت كتطل على وجهه والغرابة في وجهها وكتقول العجب. دخلت تحت الغطا وهي كتفكر في الغرابة اللي رجع بيها. وفي الصباح فاقت وما كانش جوزيف في القصر، علي هو اللي داها المدرسة. كانت جالسة في القسم وكتفكر، وفي واحد اللحظة دارت عند الإيطالي اللي كيقرأ معاها وقالت ماسيمو. قال ليها نعم، وقالت ليه باش يترجم ليها الكلمة اللي قال ليها جوزيف بالإيطالية. وهو يقول حتى أنا. قالت مالك انت عاوتاني؟ قال ليها الكلمة اللي قلتي معناها حتى أنا. ابتسمت وهي تقول بالجهد حتى هو حتى هو، وهي تقول لها الأستاذة نور برا. ضاعت الابتسامة، قلقات وخرجات طالع لها الدم حيت الأستاذة جرات عليها، ولكن بقات فرحانة حيت عرفات باللي جوزيف حتى هو كيبغيها. قالت آه جوزيف قال لي حتى هو ملي قلت لي كان بغيك. وشيرات للتاكسي ومشات للشركة، كانت مقررة تصارحه بالحب الكبير اللي في قلبها. وفي التاكسي كتقول في نفسها كيبغيني أنا، متأكدة كيبغيني، وحتى أنا كان بغيه بزاف، كان بغي كل شي فيه، وجهه لحيته الخفيفة شعره ملي كيكون مقاد وحتى ملي كيكون مخربق مع الصباح، ريحته وحويجه إيديه وعينيه. وهو يقول لها السائق وصلنا لالا ما غتنزليش، وهي تقول آه اسمح لي. خلصاته وهبطات وصلت لباب الشركة وابتسم لها الحارس، وحتى هي ابتسمت ليه ومشات. حتى تجاوزاته وهو يقول شكرا على كلامك ذاك النهار. نور شيرات ليه مع ابتسامة في وجهها وطلعت للطابق اللي كاين فيه مكتب جوزيف، غير شافتها السكرتيرة وضحكات بشر. دخلت بفرح بلا ما تدق، كانت بغات تفاجئه، لكن الصدمة أن فارس أحلامها كان كيبوس في صوفيا. الدموع نزلوا من عينيها، حسيت بالحقرة والغيرة والاختناق، كاع الأحاسيس الخايبة حساتها في هذيك اللحظة. دار عندها جوزيف بصدمة، أما صوفيا ابتسمت بشر وهي تقول آه صغي ورجعت. ما جاوبتهاش، رجعت اللور ومشات كتجري، هبطت في لاسونسور. جوزيف كيغوت عليها نور نور وكيضرب في لاسونسور، حتى عيا ورجع للمكتب وقال انتي شنو درتي؟ شنو بغيتي حتى جيتي عندي؟ صوفيا جاوباته ببرود ما درت والو، مالك مهتم بزاف بهاد المتشردة؟ جوزيف شدها من عنقها حتى قربات النفس تقطع فيها وقال سمعي نقول لك
آخر كلام بيني وبينك، نور ماشي متشردة، نور هي البنت اللي كنبغي، هي حياتي. طلقها وطاحت على الأرض كتكح. قال كنبغيها وكنموت عليها، سمعتي؟ وضحك بحسرة. ما عرفتش علاش كنت كنتخايل راسي كنبغيك، حيت الإحساس اللي كنحسو لهاديك المتشردة كيف ما سميتيها كبير بزاف، من كاع اللي حسيتو معاك كنت كنبغي فيك الشكل ديالك. أما نور كنبغيها شكلا وعقلا وروح، كنبغي فيها أبسط تفاصيلها، سمعتي؟ كنبغي عينيها، فمها، من اللي كتقلق كتعجبني، طريقة ماكلتها بدون تصنع، كل شي فيها كنبغيه. الحاجة الوحيدة اللي ما كنبغيش فيها هي الدموع، سمعتي؟ وبسببك الحقيرة نور بكات، انتي السبب، عمرك ما زالت قربي مني، ودابا خرجي من حياتي ومن حياة نور، ولا ما غادي يعجبك حال. خلاها مصدومة من كلامه، بقات طايحة على الأرض وهو مشاركة في الطوموبيل، ونيشان مشى للقصر كيغوت. حبيبة أمينة فينا هي نور؟ كيغوت وكيقلب في البيوت. حبيبة وأمينة جاو كيجريو وقالوا ما عرفت سيدي، مازال ما جاتش من المدرسة، كيصوني في تليفونها ولقاه كيصوني في البيت، ما هزاهش معاها، ركب في الطوموبيل وكسيرة وصونا على علي. قال علي نعم سيدي، وهو يقول جوزيف صيفط لي العنوان للبيت فين كانت ساكنة نور. قال له علي واخا سيدي هي الأولى. نور قال صحدة البحر ودموعها شلال، كتقول على راسها الحمقة المكلخة، احساب ليك تعلمتي شي شوية غادي يولي يبغيك، علاش غيبغيك مثلا وانتي حتى الاسم العائلي ما عندك، اعطاه ليك غير هو. كتقلب جيابها على التليفون باش غدا تعيط لهبة، ما عندهاش حتى الرقم وما حافظاهش، فين غدا تمشي؟ سولات راسها وقالت رجعتي للتشرد، مبروك عليك، اصلا الرجوع الاصل فضيل، المهم مازال عندي داك البيت. كانت غادة في الطريق وما منتابهاش لها، حتى كتضربها طوموبيل. وفي البيت كان جوزيف كيهرس في هداك الأتات الأقل من بسيط من اللي ملقاهاش، وهو يقول اه تليفون، غادة تكون مشات عند صاحبتها، وفكر يرجع للقصر يتصل بصاحبتها هبة، هي الوحيدة اللي كتعرف هاد العالم. من بعده وصل القصر وصونا على هبة، قالت آلو أختي، وهو يقول جوزيف سمحي لي أنا جوزيف الرئيس بنور، ما جاتش عندك؟ هبة استغربت وقالت لا ما جاتش. اقطع عليها التليفون وقال فين مشيتي يا هاد الحمقة؟ وهو يجي اتصال على التليفون ديالو، قال آلو، قال له واحد الشخص سي جوزيف سالفاتوري؟ قال اه انا. قال لي هداك الشخص لقينا واحد الورقة الخلاص جيب واحد الضحية دارت حادث سير وبسميتك، وقلنا تكون عارفها. جوزيف لتاني مرة بعد موت امه كتنزل دموعه، قطع التليفون وجلس على ركابيه وقال ماتت، ماتت نور، نور عيني ماتت. ومن بعد 5 أيام جوزيف جالس عند راس نور، شاد ايديها وكيعاود ليها نفس الكلام اللي كيقول ليها من نهار الحادث من اللي دخلات في غيبوبة، كيبوس في ايدها وكيقول عافاك يا نوضي، توحشتك، كنبغيك بزاف، كنقسم ليك غادي نبقى نبغيك حتى نموت، عرفتي انا وياك غندوزو شهر العسل في روما، يا قلتي الحلم ديالك تمشي لهذاك الحيط اللي مهرس. وهي تقول بصوت خفيف مازال عاقل، ابتسم وناض بالزربة وبقى كيبوس وجهها وقال فقتي، كنت عارفك ما غاديش تخليني. ابتسمات بألم وجلسات نص جلسة، شافت رجلها والقبس فيها وقالت غندوزو شهر العسل بالقبس. جوزيف ضحك وقال ايه غندزوج واخا يبقى فيك غادك اللسع. ابتسمات وهو يقول وداك الفم وداك الشعر وهداك العينين اللي كنموت عليهم. قرب منها وباسها بحنان فمها وقال كنبغيك بزاف بزاف. ومن بعد زفاف داز روعة حضروا فيه المقربين من جوزيف اللي في إيطاليا، وحبيبة وأمينة وحتى هبة كانت حاضرة، هي دابا خدامة في شركة جوزيف وساكنة بوحدها، ومشاو لروما باش يدوزو شهر العسل.
جوزيف خرج من الحمام وتصدمات من الوشم اللي على صدره. نور، وهو يقول مالك يا الحمقى ديالي؟ قالت كي درتي ليها؟ قال حيت الاول بالليزر ودرت اسم حبيبتي، عندك شي مشكل؟ نور فرحات وقالت له فوقاش؟ قال ملي كنت مسافر. وهي تقول له داكشي علاش داك النهار لبستي حوايجك في الحمام، كان فوقها وقال ما غتهنيناش دابا، قالها وهو كيبوس في عنقها، وحتى هي كانت ايدها ورا عنقه. شويه حسات بالعنف ديالو كيتزاد، وهي تقول لا لا حبس، واش حماقيتي نسيتي القبس؟ باسها من جديد وقال ما تسنيش مني نشفق عليك على قبل القبس. ضحكات وقالت لا عافاك. ومن بعد كتار من شهر رجعت نور وجوزيف من عند الطبيب اللي حيد ليها القبس من رجليها بعد ما تعالجات. وقفوا قدام باب القصر، ومشات نور دخلت لبيتها ودخلت للدوش وتحمات وغزلت أثار القبس من على رجليها ولبست شميز للنوم، حتى كتفاجأ بجوزيف كيدخل. سد الباب بالساروت وبقى كيشوف فيها بنظرة شريرة جذابة. حيد القفل من الباب وقرا هداك الساروت، بقات كتنقص كتحاول توصل ايديه اللي كان هاز فيها الساروت وهو ينوحو من شرجم. قالت شنو درتي؟ قال مازال ما درت والو لحد الان. هزها ولاحا فوق السرير، اخيرا استسلمت ليه. وفي الصباح فاقت نور على لمسات جوزيف، قال ليها كان بغيك، وقالت حتى انا، وقالت ليه حتى انا كان بغيك يوسف. اول مره غتنطق اسمه ونطقاته بالطريقه اللي كيبغي، وابتسم حتى هو بحب وجاوبها وانا كتر اعيون يوسف. وهذه كانت هي النهايه ديال قصتنا.